موجدون الحسين يتعرض لنوبة صحية، الأخيرة تنهار وتطلب الدعاء له. لا زال اسم دون الحسين متصدرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية صورة كشفت من خلالها عن دخول زوجها للمستشفى بعد أقل من أسبوع على زواجهما. وفي التفاصيل، ظهر زوج دونا الحسين وهو مستلقي على السرير في أحد المستشفيات ويقف إلى جانبه الأطباء. البعض اعتبر أنها تعرضت للحسد وصيبة عين بسبب فخامة زفافها، خصوصا أنها لم تظهر وجه زوجها إلى العلن. وعلقت مشهورة مواقع التواصل على الصورة قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، محمد من أمس تعبان كتير، واعطوه موعد عملية بكرة، وحتى أنا تعبانة كتير. ومن ثم طلبت من متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يدعوا لها ولزوجها بالشفاء، حيث قالت: لكل متابعين اللي يحبوني ادعوا لنا. يذكر أن دونا الحسين احتفلت بعقد قرانها من الشاب محمد يوم السبت الماضي، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف دونا الحسين، والتي عرفها الجمهور العربي عن طريق شقيقتها الممثلة والإعلامية هبة الحسين.